يا اهلا بيكم. الفيديو ده تكمله للسلسله بتاعت الاسئله اللي جات لنا من ديزاين لايك كريزي سيستم او الايفنت اللي احنا كنا عاملينه. في سؤال جاي بيقول ازاي اقدر استخدم الذكاء الاصطناعي في الديزاين. المواقع المشهورة جدا في الذكاء الاصطناعي موقعين مهمين جدا، موقع اسمه تشات جي بي تي وموقع تاني اسمه ميدجرني. الموقعين دول هيفيدوك بشكل كبير جدا جدا جدا. اول واحد تشات جي بي تي هيساعدك بصورة كبيرة جدا في ان انت تعمل ماركتنج للديزاينز بتاعتك، بحيث ان انت تقدر انك تكتب المحتوى بتاعك، وهيديك افكار مختلفة لان انت ازاي تقدر انك تظهر الشغل بتاعك كافكار. فانت هنا ده حاجه بيجنريت ايدياز، مجرد ان انت تحكي له انت بتعمل ايه، تشات بتكتب له تشاتنج كده انت بتعمل ايه، وهو هيبدا ان هو يديك افكار مختلفه للحاجات اللي انت ممكن تعملها. من الحاجات اللي انا عملتها مثلا ان انا قلت له اديني 10 عناوين جذابه اقدر ان انا ماركت بيهم الانتيريور ديزاين بتاعي، فابتدى ان هو يديني 10 عناوين كامله اديت منها، اخد الكلام دوت وكرييت عليه محتوى اقدر ان انا اعمل بيه ماركتنج للشغل بتاعي. ده هيساعدك بشكل كبير. طيب الذكاء الاصطناعي بقى في الديزاين نفسه، ميدجرني. ميدجرني من اقوى الحاجات اللي هتساعدك بشكل كبير جدا ان انت تجيت الفيرست ايديا من الحاجه اللي انت بتعملها. احكي له اللي موجود في دماغك واللي بيدور في ذهنك، قول له ان انا عندي فراغ بعباره عن مقاسه كام في كام، الستايل بتاعه ستايل ايه، وايه التفاصيل اللي انت عايزها فيه، وايه الحاجات اللي انت محتاج ان هو يحطها لك في الصوره. فهتلاقيه اوتوماتيكلي عمل لك جنريشن لصوره باللي انت بتفكر فيه بالظبط. تقدر انك تقعد تعدل عليها واحده واحده علشان تقدر ان انت توصل لديزاين ايديا سريعه جدا. والديزاين ايديا السريعه ديت ممكن ان انت تبدا انك تعرضها للعميل بتاعك علشان بعديها تقدر ان انت تعمل ديتيل ديزاين بتاعك بشكل مظبوط من البروجرامز المختلفه زي 3 دي ماكس. I think later هيبقى هو بديل من بدائل 3D modeling اللي احنا ممكن ان احنا نشتغل عليها، او على الاقل هو بديل سريع جدا لحاجة زي كده. يقدر ان هو يطلع لك حاجة مجرد كconceptual design تقدر ان انت تعرضها كفكرة للعميل بتاعك للحاجة اللي انت عايز تشتغل عليها. في النهاية ميدجرني هو حاجة لسه بتبدأ، حاجة جديدة، فاحنا كلنا لازم ان احنا نواكب حاجة زي كده ونجربها ونطلع من عليها شغل ونبدأ ان احنا نشتغل على الحاجات دي علشان نقدر ان احنا مع الوقت يبدأ الموضوع لو اتطور وابتدى ان هو يريبليس تولز معينة. مهم جدا ان احنا نشتغل في جزء في مع دوت ان باراليل مع شغلنا على البروجرامز المختلفه، بس كمان ان احنا نبدا نشوف ايه البروجرامز اللي بتستخدم الاي اي، مثلا زي كوهوم من حاجات الابلكيشنز اللي قالت انها تستخدم الاي اي في الديزاينز عندها. برضو مش لسه مش 100% اكيوريت، لكن ان جنرال ابتدى ان هو يدي نتائج رهيبه جدا 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 وبيدي افكار قويه جدا، فتقدر انت تستخدمه كبدايه وتعدل عليه بعد كده. لكن انا اي ثينك انه مع الوقت هيبدا ان هو يتطور بشكل كبير جدا، فلازم ان احنا نواكب دوت ونحاول ان احنا نبقى دايما مستمرين في ان احنا نتعلم الحاجات الجديده علشان ما يبقاش في وقت معين لا نحس ان احنا بقينا قدام جدا مش عارفين ان احنا نستخدم حاجه. زي مثلا لما طلع الكمبيوتر اهالينا ما كانواش بيعرفوا يستخدموا الكمبيوتر، فحد دلوقتي هم مش عارفين يستخدموا الكمبيوتر ومش عارفين يواكبوا السرعه ولا العصر اللي احنا موجودين فيه. اوعى انت كمان تبدا ان انت تفضل في مكانك وما تواكبش العصر دوت وتبدا ان انت تتعلم الحاجات ديت، تتعلمها حتى لو هي ما كانتش توتالي ريبليس للحاجات القديمه قدام، فهي هيبقى ليها جزء كبير من كومبتيتيف ايجز في الفتره الجايه للي هيبقى متعلم الحاجات ديت. فدايما دايما خليكوا اب تو ديت بالحاجات ديت، وان شاء الله في جزء كبير هنبدا ان احنا نتكلم عليه في الذكاء الاصطناعي في ديزاين لايك كريزي سيستم. فانت عايز تعرف التفاصيل عن الدبلومه الكبيره هتلاقي لينك موجود تحت تقدر ان انت تشوف تفاصيل الدبلومه. ولو انت عايز تحضر فري تريننج لاربع ايام هتلاقي برضه لينك تحت موجود للاربع ايام، تقدر ان انت تخش على جروب الكوميونتي وتشوفهم. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل هنا على اليوتيوب، ولو انت بتشوفني على فيسبوك اعمل فولو للبيج على فيسبوك. بالتوفيق ليكم.